دابا عينا ما زينين السيد ماشي طبيعي مريض ما نقدروا نديروا ليه حتى حاجه العائله عنده كيش عنده ولد خو وداك الشيء كنهضروا معاه وباقي نفس المشكل يعني هذه المره الثالثه كتشعل العافيه المره الثالثه يعني شي نهار يقدر يموت تما وما نصيحوش شي اخبار بحال يموت بلا عافيه يموت تما ما نصيحوش شي اخبار يعني خاصو يدير ليه شي حل انا واخا نتشكاو بلي عاد السجن وما نقدرش نقول لك يعني تكون في 70 ساعه او في 70 ساعه يعني ما بقاش عنده الصحه اللي كان كيجمع بها هذاك الشيء اللي كيجمع قبل برا شويه الصحه ديالو دارت ما بقاش كما كان هذا الشيء اللي